مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في قناتكم التلميذ المتفوق. نواصل معكم اليوم سلسلة دروس اللغة الأمازيغية للسنة الرابعة ابتدائي، صفحة 25 من الكتاب المدرسي. لدينا هنا أنشودة فاطمة السومر، إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن كما قلت لكم، لدينا هنا أنشودة فاطمة السومر. هذه الأنشودة لقد درسنا الجزء الأول منها في الصفحة 16 من الكتاب المدرسي. حاولت فيه أن أشرح لكم الأبيات وأننا نشدنا الأنشودة، والآن سنحاول أن نشرح هذه الأبيات أيضا أو نعطي المعنى الإجمالي لها، ثم نحاول أن ننشد المقطع الأول مع المقطع الثاني معا لكي يتعلمها التلميذ إن شاء الله. إذن فلنبدأ. هنا فقط هذا البيت عبارة عن تكملة للبيت الأخير في الجزء الأول. أفاضمة 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 سومر أفاضمة 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 سومر. هنا إذن ثنيض أو نقبل مختشم، ثنيض قلتي لا نقبل الدخلاء، مختشم الذي يدخل، ثنيض أو نقبل مختشم. أكل ذيلا لجدود، هذه الأرض هي أرض الأجداد. ترى نكوني ننشام نعذل ثلثا لحدود، النشام هنا لا أعرف المعنى بالضبط، لكن المعنى لكل هذا البيت هو ترى نكونين النشام نعذل ثلثا لجدود. الآن نحن عدلنا أماكن الحدود، أي وضعنا الحدود للمنطقة. اسميم يترخيث الأقلام، اسميم اسمك يترخيث الأقلام أي ترخه القلم. سيديم أخذ البارود بالدم والبارود. أفاضمة 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 سومر أفاضمة 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 سومر. فنيض طيف مزيغ، قلتي طائفة الأمازيغ. أم ثمس ثتس القش، مثل النار تأكل الثياب أو كل ما يلبس، كل ما الفراش أو الثياب، القش بصفة عامة. تتخلط غفين دجيض، أنت متكئة أو مطمئنة على ما تركتي، أين دجيض ما تركتي. الترك يطفن أكل عراش، الترك هم الذين من كما نقول احتل كل المناطق، العرش أو كل القبائل، العرش هو القبيلة، كل يأكل عراش أي كل القبائل. المسير من الحرمي السيض، المسير أي بساط أن الحرمة الحرمة السيض الذي فرشتي السيض. ثاذوطيس تصفق قرداش، ثاذوطيس أي صوفه تصفى أي صافية، ذك قرداش أقرداش هو المشط الذي نبسط به الصوف، عندما نأتي بالصوف يكون غير لين ثم نلينه أو نبسطه باستعمال هذا المشط أقرداش. الخمي ذا سلس، أنت هي الأساس. ذا جقوم المس، العماد الأوسط. أرزنام الساس، هذا ملك الأساس. ذا غلاد من الحرمة، ذا غلاد هو المكان نجلس فيه، مقعد الحرمة. الخيار ذي ثلس، يا أفضل الفتيات. العقل الزينيلس، العقل والجمال واللسان، العقل الزينيلس. الهيبة تساس، الهيبة وال تسس الهيبة والمروءة. ذيلا فاطمة، من نصيب فاطمة. إذا الآن نحاول فقط أن أنشد لكم المقطع الأول مع المقطع الثاني معا. فاطمة السومر. ذخمي ذا سلس، ذا جقال مس، أرزانا ملساس، ذا غالة ذا الحرمة. ذخمي ذا سلس، ذا جقال مس، أرزانا ملساس، ذا غالة ذا الحرمة. الخيار ذي ثلس، العقل الزيني لس، الهيبة تساس، ذيلا فاطمة أفاضمة 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 سومار أفاضمة 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 سومار. ثاني ضطرة بس نبكس، أعوينا ذوينا الليمان، ذا سيهو فنات نلاس، ذي الرقزة ذي لي مولان. ثاني ضطرة بس نبكس، أعوينا ذوينا الليمان، ذا سيهو فنات نلاس، ذي الرقزة ذي لي مولان. أعذو ماكش مغداه غنسة،
لاشون الحرمي دي قران اعذى وما يخش ما غدا قنسه ذاشون الحرمي دي قران افاضمه 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 نسومر افاضمه 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 نسومر أفاضمة 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 السمر أفاضمة 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 السمر ثاني ظن قبل مكتشام أكل ديلا لجدود تورنا كنين النشام نعدل في لسان لحدود ثاني ظن قبل مكتشام أكل ديلا لجدود تورنا كنين النشام نعدل في لسان لحدود اسمي مترخيت لقلامة هسيدي مقدل بارود اسمي مترخيت لقلامة يا سيدي مقذل بارود أفاضمة 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 السمر أفاضمة 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 السمر أفاضمة 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 السمر أفاضمة 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 السمر ثني ضد الطيف ومزيغ أمس ما سثت القاش تخلط غفاين دجيض للتركي طفنا وكل عراش ثني ضد الطيف ومزيغ أمس ما سثت القاش تخلط غفاين دجيض للتركي طفنا وكل عراش المسير الحرمي الصيدة تذوطي تصفق وقرذاش المسير الحرمي في الصيدة تذوطي تصفق وقرذاش الكمي ذا سلس ذا جوكا لمس أرزانا ملسس ذا غالة ذا الحرمة الكمي ذا سلس ذا جوكا لمس أرزانا ملسس ذا غالة ذا الحرمة الخيار ذي تولس العقل الزيني لس الهيبة تيسس ذيلا فضما. إذا هكذا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن أكون وفقت في إنشاد هذه الأنشودة، فمن أعجبه الفيديو فليدعمنا باللايك، ومن يريد أن يشجعنا فليضغط على زر الاشتراك أبوني. شكرا لكم. تنمية تنوين.